أخبار المهرية باختصار. قتيل وعدد من الجرحى خلال تفريق قوات الأمن بالذخيرة الحية تظاهرة في منطقة ميفع بحضرموت. تظاهرة التي شهدتها المنطقة رفعت مطالب للسلطة المحلية بتوفير خدمة الكهرباء. تحقيق للأمم المتحدة يدين الحوثيين في قصف مطار عدن غداة وصول طاقم الحكومة في ديسمبر الماضي. تقرير قدم إلى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات لكن روسيا منعت نشره على نطاق أوسع. صيادو سقطرى يشكون من استيلاء مندوب الإمارات على كميات كبيرة من أسماك الشروخ الصخري النادر. المجلس الانتقالي سمح بالصيد الجائر وعطل إجراءات كانت مفروضة للحفاظ على بقاء تلك الأسماك النادرة. النجم البرازيلي رونالدو يعتذر للأمهات عن قصة شعره والتي خطف بها الأنظار في كأس العالم 2002. الهداف البرازيلي اعترف بأنها قصة شعر مروعة وقدم اعتذاره للأمهات بعد أن قلده الكثيرون. في مصر حملة تفتيش لكمامات الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان الامتحانات. وزارة التربية والتعليم المصرية أبدت خشيتها من استغلال الكمامات لإخفاء تدوينات تساعد على الغش. إلى اللقاء باختصار آخر.